هاي بلاصتي كتجي مهلكة كتجي خطر بالأخص ملي كتسقى بالحليب. هيا شوفوا البنات كيفاش كتجي، شفتوا هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. هنا عندي كاس ديال الماء، بنفس الكاس كنعبروا يعني جميع المقادير. كاس الماء كما كتشوفوا، كاس انا عارف شحال نقولوا كاس الضرب ولا اقل، ها هما شفتوا كاس تاع الكوك هذا ما عامرش، تقدروا كاس نتوما عامر، هادشي يبقى عندي. بالنسبه للسكر انا عندي العسل، عسل بيو، نتوما ديروا السكر عادي، كاس السكر ولا السكر حسب الذوق. هنخلط المكونات. بالنسبه للزيت انا درت الزيت ديال زيت العود ماشي زيت مائده، ثم ديروا اللي عندكم متوفر في الدار. دابا غادي نضيف واحد الجمال كبار ديال الكاكاو، غندير واحد المرقة كبيرة ديال الخل. هنا عبرت ديجا واحد الكيسان بحال هادو، اي كاس عبرتو بيه هو اللي غديرو يعني جميع المقادير، صابو بيه جميع المقادير. هنا عندي شي كيسان غربلتهم، وعندي جوج خمارات ديال 16 غرام، غادي نضيف بشوي بشوية وديك الساعات نقول لكم بالضبط. هاي البنات من بعد ما ضفت بشويه بشويه دير جوج كيسان، ولكن شات ليا بحال كاس لارب، بحال كاس ربع اللي جاتني هنايا، جوج مقام عامرين ديال الكاكاو وكاس يعني ما عامرش ديال الكوك. شفتوا البنات هو هذا اللي قال. دابا غنضيف جوج خمارات تبقى على هذا الشكل هكا. طبيعه الحال غادي نغرب لها جوج خمارات هنايا حيت ما فيهاش البيض. هادي هيا هادي 15 غرام، هذا اختياري اللي بغا اللي ما بغاش ما يديروش. ها هو المول دهنتو غير بالزيت البلديه ورشيتو بكاوبل يعني الشوكولا الكاكاو نواغ. دابا غندخلها الفران. لا المهم انا عاد كنشعلو اون فوا كندخلها صافي كنشعلو كنخليه يبقى غير كيسخن، كنقص عليه درجه الحراره كنرجعو ديك 150 160 كنطفي الفوق نخليه غير لتحت هكا باش كطلع وكتصدق لكم كيكه. هاي بنات من بعد ما طابت غادي نتكها بحال هكا. اي حاجه عندكم، عندي هاد الكيوردون ديال العود غنسقيها بشويه الحليب، عاد غندير ليها الصوص صوص يعني ديال صوص ميغواغ درتو دابا بحق ديجا عندي في القناة. درت هكاك شي كاس لارب ديال الماء وجمعة كبار ديال الكاكاو، أنا درت العسل نتوما ديرو السكر شي تلات المعالق هكداك صافي. كديروه كيغلى، إن فوا يغلى تنقصو العافية وتبقاو كتحركو واحد 8 دقايق 10 دقايق مع التحرك طبعا، ومن بعد كضيفو معلقة كبيرة ديال الزبدة، ديرو الزيت لي بغيتو صافي وتسقيو بها. هادي ما حدا مازال سخونه ونسقيها بالحليب، قد ما تسقط كتجي مزيانه وكتجي طيبه. ها هو البنات شفتوا هو هذا غنسقي به دابا. هاي البنات عرفتي كتجي معلكة كتجي خطير بالأخص ملي كتسقى بالحليب. هاهي شوفوا البنات كيفاش كتجي، شفتوا هذا الشكل.